حالك؟ شو إلك علاقة أنتي؟ أنا عاملة شعري هيك مشان أربح المسابقة. أنا متأكدة إنه هنن رح يعطوني جائزة فوراً بس يشوفوا. لك شو علاقة شعرك بالمسابقة؟ هي المسابقة للمخترعين. فكرة حالك مخترع شي اختراع؟ أنتي ما إلك علاقة. أنا أكيد رح فوز لأني قدرت طير شعري بالهواء. كنتي فزتي لو إنه للمجانين كنتي رح تاخدي المركز الأول. بس يا حرام. خرسي وسدي لحلقي. أصلاً أنتي غيرانة لأنك ما قدرتي تخترعي شي. جوليا يلا على البيت فورا. لك انت وينك من الصبح؟ اسمعيني منيح ملك، انت لازم تاخدي اختك على شي دكتور لانه والله شكلها جنت على الاخر. جوليا شو عامله بحالك؟ هذا اختراع. الله يصبرني عليكي، ومن وين قدرتي تجيبي كل هالبوالين؟ اشتريتهم بمصاري العيديه تبعي والله، بس رح ينفسوا كلهم بعد ساعه، وخايفه ما يبقوا منفوخين لوقتها. انا حاولت روح بس والله ما قدرت امشي فيهم يا اختي، عم يضلوا يعلقوا بالشجر وخفت يطقوا. لو سمحتي اختي روحي معي لعند آنستي مشان فرجيها ياهن واربح بالمسابقة. اوف ماشي ماشي، اصلا انا اللي جنيت مو انتي، لاني دايما بسايرك وما بخانقك ابدا. يلا قومي. امشي على مهلك، طلعي قدامك. يا ربي شو هالاختراع؟ بدي افهم شو بيخطر على بالك انتي؟ لك من هون. شوي شوي علي. والله يا بنات معلمتكم اخذت اجازه، مريضه كثير وراحت لعند الدكتور. طيب وامتى رح ترجع؟ ان شاء الله المسا بترجع، الاستاذ علي رح يدرسكم اليوم. شو قصه هالبوالين جوليا؟ انسه ممكن اطلب منك طلب؟ انت مو كان عندك كاميرا للتصوير؟ طيب فيكي تاخذي لاختي صوره وهي هيك قبل ما ينفس البوالين مشان المسابقة، وبعدين بتورجيه للأنسة لو سمحتي. يلا جوليا جاهزة؟ كيلي يلا يا حلوة، ليش ما بدك تاكلي؟ حبيبتي ملك. شو بدك جوليا؟ ايه كلي حبيبتي تقبريني. يلا كلي يا عمري انتي ما احلاكي. ايه هلأ امي يلا. يعني مو طيب هالزيتون مو هيك؟ هزفت شو قلو لزومه ونحن عم ناكل؟ شي يوم رح تاكلي هالبطيخ اللي بإيدك بدل ما تاكلي الخبز والزيتون؟ قيمي من إيدك وكلي مثل الخلق والبشر. لك شو صار بالشاي؟ رح نخلص فطور. جيت جيت. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. لابسة من بكير خير إن شاء الله لوي. أنا وزينب عنا شوية شغل. بدنا نشوف مدرسة مشان شيرين وتكون منيحة. بس مو بكير عليها؟ لا أمي مو بكير بنوب، لأنه يعني أيامنا أكيد غير أيامهم والوقت اختلف هلا ما هيك؟ كونه المدرسة خاصة بتقدروا تسجلوها إمتى ما بدكم. لك سهيلة لشو كتر هالغلبة؟ إنن أهل البنت أكيد بيعرفوا مصلحتها أكتر منا، تركيهم يساوي اللي بدهم إياه. وينك لهلا؟ خلصنا. أمي؟ نعم. ما بعرف حاسس حالي سخنان شوي. يا الله. جيهان جيبي له ميزان الحرارة، خلي الأستاذ يقيس حرارته بإيده. حاضر يا خانم. يا ربي دخيلك. تعال يا ابني أنا بشوف لك حرارتك. وحطي له اللقمة بتمه كمان، مو شايفتي قدامك صار مثل اللوح ولسه بتدللوه كمان؟ قال سخنان قال. ما على قلبك شر أخي، بدك ما تواخذنا أحياناً هيك منصير، فجأة بيطلع خلقنا، مو ملاحظ إنك بتعصيبك كتير عم تزود علينا؟ أمي سوس لسانك طولان وبده قص، العمش وقليلة أدب.
لك العمى شو هالجيل هاد؟ مو عيب تحكي مع أبوها بهي الطريقة وتقول إنه عم زودها؟ شو حضرت المهندس ما معي حق؟ أنا مهتم بمرضك بس عم بقول هيك مشان ما تتوهم. تعا ابني تعا قرب لعندي تعال شوف لك السخونة قرب لهون شغلتها بسيطة ما بدها شي مدلي لسانك يلا ما بدي لك جوليا وين لهلأ؟ ما بدها تنزل تفطر؟ بيهمك عأساس سخنان ما؟ ايه والله سخنان على السلامة وينك لهلا يا أفندي ما نمت كل الليل وأنا ناطرتك وعلى تليفونك ما عم ترد لك على القليلة بس فكر إنه في حدا بينشغل عليك أمينة شو حاكي للميس خير ليش شو اللي صاير أمينة لا تعملي حالك مو فهمانة عارفانة شو اللي بقصده أنت شو عم تقول وشو قصدك يلي لازم تروح وتسأله هو الحلية الصفرة تبعك شو كان صار لو أذت لميس؟ كانت بدها تضربها بالسيارة لك وين بدك تروح من عذاب الضمير وين؟ لك أمينة الموضوع أكبر من هيك قصدي إلك إنه في بيناتهم عداوة كبيرة الموضوع إنه هو أنت شو دخلك؟ شو خصك أمينة؟ شو خصك؟ هاد لشوف احكي لي يلا شو هو الشيء اللي أنا ما بعرفه؟ شو هو الشيء اللي بيسمح لها للحية الصفراء إنها تفكر تقتل لميس وتنفذ منها احكي أمينة اسمعي شو بدي اقول بتعرفي انه انا بحبك بس افهمي هن الاثنين رفقاتي وانا بحبهم كتير ويلي بيناتهم مجرد سوء تفاهم مو اكتر وانا اكيد رح حله بس المفروض ما عاد تتدخلي بهالموضوع بنوم لك بالناقص من هيك رفقه وخصوصي هذيك الحيه يلي اسمها جوليا امينه اسمعي انت ولميس في شيء مهم ولازم انكم تعرفوه انه لميس تصير ام مستحيل هالحكي انا اللي بعرف بلاكي امينه بتعرف اللي صار معي بس رح ارجع ذكرك باللي صار معي ومع اخي من فتره طويله نفس الشيء نفس الخوف والمعاناه رح يمروا فيهم انا متاكد انه رح ترجع للشرب والسهر وتنسى الولد بالشارع شو رح يصير له وقتها مستحيل يصير هيك شيء اول ما تحمل الولد بحضنها رح ترجع لعقلها لميس كانت عم تمر بفتره صعبه مو اكثر امينه بكفي هالموضوع خلصنا منه واياكي ترجعي تتدخلي تمام ماشي ماشي خلاص تكرم عينك أمينة أمينة رايح أضب أغراضي وأرجع على بيتي أصلاً أنا لهلأ ما بعرف ليش بضل حاملة سلم بالعرض وماشي خلص بقى شو هالتخبيص ما في روحة بدك تضلي هون فوق راسنا كلياتنا بس ممنوع تتدخلي بشي يعني بدك يعني اترجاكي أكتر عن إذنكم أنا بدي أرجع فوت لسه عندي شغل بالمحكمة بشوفك يا بيك ماشي حلمي مثل ما بدك بشوفك بالشركة أنا رايح كمان إن شاء الله كله خير شو بدنا نعمل شكرا بالمناسبة التفاصيل المادية بتحلوها أنت وحلمي بيك تمام بس مثل ما قلت لكم من قبل شو بتقول زينب خانهم بتنفذوا لي إياه فورا شكرا كتير لألك أستاذ العفو بالإذن منكم بالإذن ليكي زينب نتغدى سوا ايش علي فيني فوت اوه جان اهلا وسهلا جايب لي قهوه مشتهية كتير يسلم ايديك تفضل صحتين وهنا تفضل عود لقيت لك مساعدة غير شكل عن جد مين؟ يعني انت بالاول رح تحسها غريبة الاطوار شوي بس البنت كتير مرباية وذكية كمان ومنظمة رح تدعيلي كتير عليها كأنه
في شي بيخوف من ورا هالمدح كله مو هيك؟ والله ما بعرف إذا في شي بيخوف، أنت بدك تقرر. لك جان لا تكون شي واحدة من المصاريع تبعك. لك لا ولو، عم قلك البنت مرباية وبنت عالم وناس، هي طالبة جامعة وصلت للسنة الأخيرة وبعدين تركت. وصلت للسنة الأخيرة وتركت؟ وليش تركت؟ فيك تقلي؟ فينا نقول إنها كانت عم تدعم حركة صغيرة عملوها البنات هنيك وصارت مشكلة واضطرت تترك الجامعة. بس الجامعات هنيك ما هم متحفظين لهالدرجة على حد علمي، لا تكون الحركة مسلحة مثلا. قريبة منا، قصدي الصبايا هنيك قرروا يشلحوا تيابهم ويعملوا اضراب على سطح الجامعة ومي لسا عملت مثلهم. بس هلا البنت تابت. ها دكتور جان، الكلبة اللي بمكتب حضرتك عاملة ضجة والكل بلشوا يتضايقوا منها. ما كانوا يعرفوا يتركوها بحالة، لك بتجن بالبيت. شو أعمل زدة بالشارع بكرة بيعملوا لي فيها حقوق حيوان. تاو يا شباب تاو، شو عندكم؟ أستاذ، نحن سمعنا حكي من باقي الطلاب إنه شركة توك رح تعمل فعاليات بتخص الجامعة، ونحن محضرين كم مشروع، حتى إنه في طلاب مهتمين بهالموضوع، فحبينا نحكي معك وناخد رأيك بهالشي. كتير منيح. هلأ توك رح يفتحوا فرع بستاند ونحن بكليتنا رح نعمل اجتماع ونحكي فيه شو لازم نعمل بهذا الخصوص. غاباتنا عم تتوسخ كتير يا أستاذ كريم، ولهيك عم نفكر نعمل فريق أو حملة لحتى ننظفهم. وهيك بالمرة منكون عملنا شي، والوسخ اللي منلمه من الغابة فينا نحطهم مثلا بشي بيت أو غرفة ونصورهم، ومنسمي الحملة تحت عنوان هل تفعلون هذا في بيوتكم؟ الكرة الأرضية هي بيتنا. حلو. ايه بس يعني صعب كتير إنه نلاقي بيت خارج هالمشروع، فقلنا لحالنا نسألك إذا فينا ننفذ هالمشروع بالبيت عند حضرتك. بدك تحط زبالة ببيتي؟ كتير حلو هالمكان. ايه فعلا، والكفتة تبعهم كتير طيبة. إذا بتحبي بطلب لك وجبة تانية، شو رأيك؟ لا شكراً، وجباتهم كتير بتشبع، بس إذا أنت جوعان اطلب. أنا والله بدي أطلب. يا عمي متين، جيب لي وجبة تانية بس تكون أصغر من هاي. تكرا. شكراً. أنت عن جد منيحة؟ يعني طبعاً الواحدة إلا ما تتضايق أو تتأثر، بس كنت مستعدة من زمان. لساتنا متفقين ما هي بخصوص انه ما نخبر حدا من العيلة. ايه ايه طبعا لا تقلق، يعني ما بدي شيرين تحس باي شيء وتنقهر، بعدين امك رح تتضايق ورح تسمعني حكي، وانا مو ناقصني هيك شيء ابدا. وانت شايفهم كيف من ورا قصة محمد متضايقين، بلا ما نزيد عليهم نحن كمان. بس تكبر شيرين شوي اكيد رح نبلش ننفذ الخطوة الثانية. نحن أخذنا قرار غريب حسين، بس هالشي لأنه نحن منحب بنتنا ومنخاف عليها، وغير هيك ما بيهم أبدا. بس عن جد بتشكرك لأنك ما تركتني بلا عائلة. تعرف من وقت يلي بابا سافر وأنا نحن رح نضل عيلتك على طول. أصحك تنسي هذا الشي تمام؟ بعدين أنا يلي لازم أتشكرك، كنتي متعاونة وما صعبتي علي الأمور أبدا، ما كنت مفكر إنه رح نعيش مع بعض بعد كل شي صار. شكرا. شو رأيك نتحلى بمناسبة الطلاق؟ يعني مو كل اثنين بيطلقوا مثلنا ما هيك؟ شو رأيك أطلب لك كنافة؟ أي موافقة، مانك نسيان. أي عمي متي، بعتلنا قطعة كنافة بس قص الجوانب. يلا فورا. مو هيك كنتي بتحبيها؟ أهلا وسهلا فيكم، شرفتوا. نحن أجينا. جوليا شوفي مين هدول؟ لا ما في شي يا قلبي، هدول صاروا معنا على طول كرمال نحمي محمد. طيب عادي لنحكي لك. ماهر إجا وحكى لنا كل شيء. أنت شو عملتي جوليا؟
ليش ما حكيتي لي؟ ليش خبيتي عني كل شي صار معك؟ والله ما قدرت خبرك، كذبت الكذبة وصدقتها. يعني صدقت انه محمد ابني، صدقت انه ابني عن جد. صرت فكر هيك انه انا يلي كنت حامل فيه. ولهيك صرت حسه ابني وخبيت عنك. لو قبلت تعملها قيصرية كان أحسن لها بكتير. أنا ما فيني إلا هاد الحكي، والله بتموت حالي. بلا هالحكي الفاضي ملك، من حقه إنه تعرف. بلكي تعرفت على حدا بهمه يجيب أولاد، كيف بده يفكر يتزوجها؟ حرام نخبي عليها، ما بيصير هيك. كرمال تعيش مرتاحة، ضحت بأغلى شي عندها، لهيك بلا ما تعرف أحسن. لك خلص كرمال الله، يلي بيتخلى عن ضناك كرمال يغطي فضيحته وبيستاهل يصير فيه هيك أصلا. هي حكمة الله، جازاها وحرمها من الخلفة كلها، وهلأ شالت الرحم وما عاد يجيها أولاد أبدا. اللي صار معاك كان بكيفها يعني؟ ملاك لا تضلي دافع عنا على الغلط. المهم هلأ رح تضل نايمة، تعي نطلع أنا وياك نشرب شي. البنت ماتت. انتي ما كان بدك اياها لانه ما كان بدك اثر الجرح يبين، مو هيك قلتي؟ اذا بدها تموت تموت، ويلي تمنيتي صار. خلاص جوليا البنت راح. بوس ايدكم، بدي اياها، بدي بنتي، رجعوا لي بنتي. ملا ليش عم تبكي هلا؟ أنا ندمانة، بوس إيدكم رجعوا لي إياها، دغيك أمتي بنتي رجعوا لي إياها. نامي وارتاحي أحسن لك. بدي بنتي مشان الله، حرام عليكم، جيبوا لي بنتي بوس إيديكم، بدي بنتي. ادخل. تعي كوثر، تعي. رجع الولد؟ لا ما رجع لسه. شو عملتي لي قهوة؟ اللي فترة شايفتك مهموم وتعبان، قلت منشرب فنجان قهوة على رواق مع بعضنا. لك كوثر كيف ما بدي يكون مهموم؟ بيجي لضب واحد من الأولاد بيقوم بفلات التاني، بضب التاني بفلات الأول. حسين اليوم رح يطلق مرته، بتعرفي مو؟ من حركة المحامين بآخر كم يوم كنت حاسة إنه في شي مصيبة يا بيك. مفكرين إنهم بيقدروا يخبوا. زينب ما رح تترك البيت أصلاً، كل مين عم بينام بأوضة. عم يمثلوا قدامنا إنهم حابين بعض وإنهم هنن أسرة سعيدة، بس كل شي مبين ونحن عاملين حالنا مصدقين. هنن عم يعملوا هيك مشان الصغيرة وما تحس إنهم بعادوا عن بعضهم. هدول القرارين مو مناح بالمرة، لو عطوا حالهم فرصة
وكملوا حياتهم عادي، كان الوضع تحسن. لك آخ، ما عدت عرفت شو المنيح وشو المو منيح، شكلي خطيرت وما عدت عرفت أتصرف، مع أنه لازم يصير العكس، ما هيك؟ الواحد كل ما كبر بيصير حكيم وفهمان، بس أنا مو هيك. طلعي فيني، أنت على أساس أحسن كوثر؟ ليش حضرتك ما عشتي حياتك مثل الخلق والعالم؟ والله ما بعرف يا بيك، ما عاد أتذكر شو صار بوقتها. تسلم إيديكي. صحتين وهنا. صحتين وهنا، تفضلي. إياد أنا ما رح أقدر أكل، صعب. كيف يعني ما رح تاكلي؟ لك قومي شوفي حالك، قلبي على نصك، يلا كلي يلا، أنا عملت لك ياهن بإيدي هدول. معناتها أكيد طيبين كتير، مزبوط؟ الأكل من تحت إيديك بيطير العقل، بس أنا مو قدراني أكل. معدتي ما عم تتقبل، يعني مو من الأكل بس معدتي تعبانة هالفترة. يسلم ولا بقى تعذب حالك، يسلم إيديك. خلص خد الصحن من هون، بدك حطه على شي طاولة. خير شو صاير معك؟ أخذ برد يعني؟ خلص ولا يهمك. إياد عمل نعنع وليمون لجوليا. حمودة شو رأيك نروح لعند بيان؟ آه بيان هون ملك؟ ما راحت على الحضانة؟ إيه بيان هون، ما عم تحب الحضانة، فقلت لحالي بلا ما تروح، وإياد عم يدير باله عليها كتير منيح. تعا يا حلو، تعا خليني أخذك لعند بيان، تعا دقيقتين وبجيب لك الليمون والنعنع، ما بيضل فيك البلا. شكرا إياد. يا حلو. أوكي معناتها أنا راح طعميكي هالصحن بإيدي. إيه يلا. جوليا مو جاي عبالي، افتحي تمي. قلت لك لا. يلا يلا، ما حذرتي. بلا. يا حلو يا حلو يا بنت، ليكي ليكي مين جبت لك؟ جبت لك رفيق، يلا لعبوا مع بعضكم. حبيبتي انت حبيتي ميمو؟ كبرانا هي. يا حلو يا حلو، هو ولد وانت بنت. ها يلا العبوا يلا. وهون الملكة قعدت وصارت تفكر، بعدين خطرت لها فكرة حلوة، قالت لها فوراً: زوزو شو رأيك ترسمي جنب القصر غابة كبيرة مثل غابتنا، ورسمي فيها كل الحيوانات كمان، بس في شغلة مهمة، اوعيك تنسي انه ترسمي شجر وأكل للحيوانات. وزوزو حبت هالفكرة كتير. على غرفتك. يلا أنا بكمل لهم القصة. أمي روحي لعن جوزك، إجا معكر وطلع بوشه على الغرفة، وأمه وأبوه ما نوم بالبيت أصلاً. يلا روحي حبيبتي. وينو حسين عمي؟ والله ما بعرف، ما عدت عرفت شي بهالبيت، حتى اليوم اتعشيت بالمطبخ. مرت عمك زعلانة مني. لو بس يمرق شي يوم على هالبيت بدون مشاكل. هاتي محمد لعندي. لوين وصلتو؟ لعن زوزو، حبيت الفكرة. ماما خلص اهدى، جدو رح يكملكن القصة. ايه تمام تمام يلا. يلا زوزو زوزو يلا روحي. ايه يا حلوين، جيهان روحي جيبي لي كاستين حليب بسرعة. حاضر زوزو. وبلشت زوزو تفكر كيف بدها ترسم هالغابة. خلص بلا زعلني، خليني كملكن. وبلشت ترسم القصر والغابة مثل ما قالت للملكة. ايه يا ريت هالزوزو تجي ترسمنا بلا مشاكل. وزوزو حبت الفكرة. عاد منيح زوزو. زوزو كانت
قال له مرحبا بابا، كيفك؟ ايه أنا منيحة. ماني منيحة بابا، أنا وحسين اتطلقنا اليوم. حبيت اسمع صوتك، أنا وحيدة كتير بابا. لا، ما استأجرت بيت، أصلاً اتطلقنا على الورق بس لساتنا عايشين بنفس البيت كرمال شيرين. ما عندي بيت بس ساكنة ببيت، وما عندي زوج بس عايش مع زلمة، عندي أب بس ما موجود. هيك تلاحظي نصيبي من هالحياة. هي اشتقت لك كتير بابا. مستحيل، ما رح استسلم. ما هدي اللي تعلمته منك طبعا، ما رح استسلم ابدا. ماشي، معناتها بنحكي بعدين. ما تاخذني بابا اذا عشتك. حبيبي كريم، قوم. خفيت بلا ما حس. حبيبي جبت لك شوربة كتير طيبة، رح نشرب الشوربة ومن بعدها منلبس بيجامتنا، بعدين منحط راسنا ومننام. تمام؟ خير إن شاء الله. شو سبب هالاهتمام المفاجئ؟ شو قصدك يعني؟ ليش أنا ما اهتميت فيك ولا مرة؟ ايه ولا مرة اهتميتي. لا يا، عن جد؟ ايه طبعا عن جد. اي طيب، اوكي، معناتها من اليوم ورايح انا رح اصير اهتم فيك على طريقتي. يعني كيف بدير بالي على ميمو، رح اصير دير بالي عليك بنفس الطريقه. يلا لنشوف. افتح تمك. يلا 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 يلا، افتح افتح افتح. برافو عليك عوافي حبيبي، يلا افتح. برافو عليك. لعن مهلك، ما تبزقون ما تبزقون. يلا بلع لشوف، بلعن كلهم. يلا جوليا خلاص فهمنا بقى. تمام تمام. ليكو هالشطور كيف بياكل، قديش حلو هو عم ياكل. دخيل قلبه ابني الغيور، انا يقبروني هالعيون واحلاهم. يلا افتح تمك لشوف. اهو ابنك الغيور. ايه غيور وسلال كتير. افتح تمك لشوف. إيه لا، ما بتقدر ما توسخ. ابنك الصغير ما بيوسخ حاله مثلك، مو معقول. الحمد لله اللي ما عنده شوارب مثلك. لك شو هذا؟ هلا كل الاولاد هيك بصير فيهم؟ هلا فهمت ليش ثلاث ارباع الشعب بيطلعوا مصاريع. ايه يلا المهم هلا افتح تمك ولا تعذبني. ما بدي. لك بس معنا. لا ما بدي. ما بيصير تنام وانت جوعان يا كريم. خلاص شو بالزور؟ يلا افتح تمك لشوف. افتح تمك وكل حاجه ما يا عم. ما بدي جوليا. يلا يلا يلا. خلاص قلت لك ما بدي. شو ما بدك يا روحي، مو على كيفك. ما بصير تنام وانت جوعان كريم. افتح تمك لشوف وكل هاللقمه. كريم تعال هون شوي. خلاص يلا حبيبي. ليك جوليا انا تعبان وبدي ارتاح. بس هي اللقمه، لقمه واحده. حلي عني بقى. شوفها انت صاير شيء كثير مولدان. يلا لقمه واحده كريم اذا بتريد. تمام تمام. لك لوين عم تروح؟ عن جد عم تتولدن صاير؟ تعال. خلص جوليا كرمال الله انا كتير تعبان وبدي نام، بكفي هي اخر معلقه. اوكي بس هي. برافو. وطي 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 الصوت. وطي ماني سامع. شو بدك؟ وطي الصوت شوي. لا ما بدي اكل، شكرا لك. هذا الحكي. مساء الخير. مساء النور.
إذا فاضي فيني شوفك؟ أنا كنت رايح على البيت بس ليلي في شي مهم؟ بصراحة إيه، أنا متضايقة كتير، موضوع محمد مأثر علينا ومضايقنا كلياتنا. بعتيلي مسج وين بدك نلتقي وأنا بلحقك. تمام؟ تمام، ببعتلك يا فورا. يلا بشوفك. حلو، المخلوقة مصممة. حلو كتير. يا شباب حضروا حالكم، رح تولع على الحفلة. يلا بدي الكل يرقص. معلوماتك اللي صار بمحمد أثر عليه سلباً يا نور. كيف أثر فيه يعني؟ لو عمره 10 سنين كنت بقول معك حق، بس محمد بعده بيبي، يعني ما بيفهم شي. البيبي بيلقط فوراً، يعني لما اللي حواليه والناس اللي بيحبهم بيكونوا متوترين هو كمان بيتوتر وبيزعل بهالبساطة هي. ايه وانت قلتها، معناها لا تتوتروا، قول لأبوي هدي أعصابه شوي لحتى الولد يرتاح. أكيد محمد رح يكون مرتاح إذا عاش مع أمه الحقيقية. بعدين كريم بيعامل لميس بطريقة بشعة، وهالشي مو من حقه طبعاً، أساساً بكفيها اللي فيها، مو ناقصها حضرته. ليش أخي شو عم يعمل يا نور؟ بعدين بدي أسألك سؤال، يا ترى لميس من حقها تعمل هيك بابنه وتخرب له مستقبله كمان؟ ها؟ جاوبيني. مرحباً دينك، شو أخبارك؟ أنا نيرمين، شفت الخبر بالجرايد من كم يوم. وزوجك هلأ قاعد مع نفس البنت، شفتهم بالصدفة وقلت لأبعت لك الصور. مو كنتوا رح تطلقوا؟ يمكن تستفيدي منهم بشي. آه يا روحي أنت فكرة حلوة، يسلموا، وصلوني الصور، شكراً لك. يسلموا. بشوفك. إيه يا روحي بشوفك. هيك لكان طلقتني ورحت لعند حبيبتك ركت. طيب كنت استنى يوم واحد على الأقل. ألو مرحبا فهمي بيك، أنا زينب بنت مفيد نامق أوغلو. ليك بدي منك شغلة، فيني شوفك لحتى نحكي؟ راسي مثل الطبل. إياد، ليك بدي إياك تدير بالك منيح وإنت عم تسكر، أوكي؟ إيه. وبتعرف شو لازم تساوي بالمبلغ الصبح؟ إيه رح حطهم بالغسالة، والصبح أول ما في رح أخذهم على البنك. تحطهم بالغسالة؟ إيه. ليش لا تحطهم هنيك؟ أخي هيك أمان، بحطهم بكيس نايلون. كيس كمان؟ إيه. بعد هيك منيح ماني موظف بنك. ليش هيك عم تحكي؟ عم لك بحطهم بكيس. قال كيس قال. من هلأ ورايح أنا بروح على السوق. أوكي أروح هلأ عني يا شباب. يا ربي دخيلك. قال كيس قال. فوت الشماسي لجوا، أوعى تنساهم. ناقصني جدبان أنا. ماهر، فينا نحكي شوي مع بعض؟ احكي، بس انا ما عندي وقت كتير. احكي، عم اسمعك. ماهر، انا مو هادي اللي كان بدي يصير، بس خفت لما اردت علي الزواج بهالسرعة. قلتي لي خفتي هيك لك؟ على فكرة ما عاد في داعي للكذب، والله خلص ريحي حالك، أنا صرت بعرف كل شيء. يعني خبروك؟ أي معلوم؟ لميس قالت لي. روقي أعصابك، بفهمك، ما في مشكلة. مصاري وشغل، وين في مصاري تركدي ما؟ لا مو هيك القصة ماهر. ما عاد يهمني. ريلاكسيون، أنا ما عاد يهمني. يلا أنا ماشي. بي باي.
خلدون بيك. تعرفيني تعبت كتير للاقيتك. انت والممرضة نيلي تنتقلوا كتير من محل لمحل. ايه صحيح، يا ريت لو ما عذبت حالك ودورت هالقد. هذا مو شغلك. ايه وهي لقيتنا، شو المطلوب؟ بدك ترجعي لي البنت اللي سرقتيها مني. البنت توفت خلدون بيك، البنت اللي كنت ناطرها توفت أثناء الولادة، شو نعمل؟ هيك الله بده، ما فينا نعمل شي. هاي الكذبة اللي بشعل قلتوليها، البنت ما ماتت، البنت عندك، أنا من زمان عم راقبك. هالبنت بنتي أنا، وهلأ بتفوتي بتعطيني إياها، هي العيلة الوحيدة اللي بقيت لي. رح أخذها على قبر مرتي ولا شوفي، هاي الله بعد لنا بنت مثل القمر، مو حرام عليك رحتي انتحرتي وتركتيني؟ لا، هاي بنتي أنا. اسمع خلدون بيك، بتتركنا بحالنا وإلا ليك خرسي. انتي دمرتي لي حياتي، انتي سرقتي لي بنتي مني، مرتي انتحرت وقتلت حالها بسببك. الله أخذنا بنتنا مننا بالأول، وبعدين أخذنا البنت يلي كنا ناطرينها لتولد حتى نتبناها، لهيك مرتي قتلت حالها وانت السبب. رح ترجعي لي هديك البنت هلأ وفوراً يا ملك خانو. هاي البنت بنتي. لا مانا بنتك، هاي البنت مو بنتك، مو انت جبتيها، انت بكل حياتك بحبلتي يا ست ملك. بعدين أنا عندي صور لإلها، وهالبنت ما فيها شي بيشبهك بالمرة. أوفي بوعدك ملك خانو، أعطيني البنت، رجيها لحتى ترتاح روح مرتي، فهمتي علي؟ ملك، شو الموضوع؟ ومين هالزلمة؟ ما فيني خبرك. قلي لي مين هالتافه وشو كان بده منك؟ مين ما كان يكون اياد، مين ما كان يكون، شبك لسه قاعد فوق راسي كل الوقت، فوت على شغلك، انت ما عندك شغل. ملك روقي شوي، موضوع بيان بعرف انه سر، بفهم هالشي منيح، وما حدا رح يسألك عنه ابدا لحتى انت تقرري تحكي لنا، بس مين هذا الزلمة؟ أنا هلأ لازم أعرف، وهذا الشي كرمال أخذ احتياطاتي. أنت شو اللي مخوفك كل هالقد؟ حسين رح أحكي لك كل شي، كل شي، بس مو هلأ حسين، أنا بحاجة شوية وقت لو سمحت. ملك أنا أجيت خبرك بشغلة مهمة كتير، بس الظاهر مو وقت هلأ. مايا لازم ارجع بسرعة، عمي ما عم يتركني بنوم. طيب اقعد لقلك، بدي احكي معك كلمتين وبدي اروح على المدرسة. موضوعنا هو العيلة. العيلة؟ ايه العيلة، رضا العيلة بالنسبة إلي قبل اي شيء. ركز معي، يعني لازم كل فرد بالعيلة يحافظ علي منيح، ويكون بيعرف منيح شو هي مهماته وشو هي مسؤولياته. ايه طبعا حكيك صح، كملي. ولازم كلهم يتوحدوا مع بعضهم ليواجهوا كل المشاكل ويكونوا جاهزين لاي شيء. ايه طبعا رح خلي هالحكي براسي لحتى بالمستقبل بس يصير عندي عيلة اعرف شو هي مسؤوليتي، يعني بالمستقبل مو هلا. انت كمان عندك واجبات ومسؤوليات تجاه عائلتنا، يعني انا فيني اوثق فيك مثل ما كنت اوثق فيك من قبل، ما هيك؟ عم تقولي توثقي فيني؟ ايه صح طبعا مايا، فيكي توثقي فيني وكتير كمان. طيب شوف لكان، قرب قرب،
شوف، مرت أخي جوليا بخطر كتير كبير ونحن لازم نتدخل ونساعدها. والله أنا حاسس إنه هي اللي خطرة وبتعمل مشاكل كتير. هي اسمها لميس، ممكن تتهجم علينا بأي لحظة. بتفتح عيونك كتير منيح وقت اللي بتلمح هديك الواطي حوالين البيت، بتخبرني فورا. أنا كمان ناوية إني أأذيها، ومو أي أذى، بتشوف شو رح ساوي فيها. ماشي لعيونك، أنا رح روح هلأ ورح باشر بوظيفتي الجديدة. تمام؟ استنى رضا. مريني، أنا كتير بوثق فيك. وأنا كمان، يعني قصدي شكرا لك مايا. مايا ما تقربي مني. تعال تعال. رضا رضا. عاطف عاطف. رضا؟ إيدي. قتلته للشاب يا عاطف. بابا رضا، صار لك شيء؟ إيدي. لك أنت من وين طلعتوا له؟ مايا؟ بابا قتلته ولا شو سويتوا فيه؟ ولك أنت شو عم تعمل مع مايا؟ فيك تفهمني؟ بابا مين بابا؟ أبو مين ولك؟ تعسوا عاطف، تعسوا، لا تخلي فيه ولا عظم صاغ سليم لهالكلب. يا الله، هاد شكله فقد الذاكرة. هاد مو أبوك، هاد معلمك. حبيبي مشان الله ركز معي، لا تنساني دخيلك. قالت له حبيبي كأنه. شو رأيك بلا كلمة حبيبي؟ أنا منيح. تعي لهون يا ليلة الترباية. عاطف، خذوا له هالفصعون على المستشفى، وأنا رح أخذ هالفصعون على مدرسة. تعي بابا رضا بالأرض، لا تتركوا، حرام عليك. ليش أنت مانك بالمدرسة؟ شو عم تعملي هون؟ قولي. قوم لك، عم توجعني شباك، ما بتحس بحدا. قوم لشوف. رجلي كمان عم توجعني. بدي تحكي لي شيء ما بعرفه، ما بدي حكي جرايد وعلاك مصدي. هو عامل فحص كامل وشامل بمستوصف قريب من هالمنطقة. ايه ممكن هالشي يفيدك، عامل فحوصات غذائية كاملة. عن جد هالفحوصات غريبة، ممكن يفيدني هالتقرير. شكرا لك. طيب انت كمل شغلك، وبشوفك وبحب هنيك. النتيجة كانت سريعة. ايه، لانه السيولة المتوفرة بتسرع العملية اكتر يا مدام. يلا عن اذنك. اذنك معك.